السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للنظر بقضية تعنيف حسين وعراق. جاء وزير التربية إبراهيم الجبوري السبت بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لمتابعة قضية تعنيف التلميذين حسين وعراق في مدرسة الإمامين الابتدائية التابعة لتربية الكرخ الثالثة، والوقوف على حيثيات الموضوع وإعلان التوصيات خلال يومين. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان إن الجبور استجاب لمناشدة المواطن عبد الجليل رحيم حسن ولأمر التلميذين التي أطلقها من على منصات التواصل الاجتماعي، ووردت فيها تعنيفهما من قبل إدارة وكادر مدرسة الإمامين الابتدائية، مؤكدا عدم التهاون في الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة والحرص البالغ على ضمان ذلك. وأضاف البيان إن وزير التربية أمر بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات القضية، مددا بالوقت نفسه على محاسبة من يعرض أبنائنا الطلبة للخطورة أو يجعلهم في مواقف لا تليق بمكانة الطالب العراقي المتميزة في نفوسنا وعملنا، والاعتماد في التعامل على الطرق التربوية والحضارية التي من شأنها تقويم سلوك التلميذ والطالب بعيدا عن التعنيف الجسدي واللفظي.